الميزان والدليل، كيفية تغيير الميزان وكيفية تغيير الدليل موجودة في القائمة ميجرز، ضغط عليها قائمة منسدلة تايم سيجنتشر سيجنتشر كيس سيجنتشر تايم سيجنتشر، بالضغط عليها هذا لإيه؟ للميزان. كيس سيجنتشر للدليل، ضغط على الأولى تايم، نجد مربع مستطيل مكتوب from measure 3 to measure 3. أنا عايز من المزورة الأولى 1 إلى النهاية، بالضغط على هذا السهم يشير إلى نهاية الصفحة أو المقطوعة أو التدوين، وهي المزورة 15. أن يكون الميزان، الميزان المفتراضي 4 من 4 عند فتح البرنامج، لتغييره إلى 2 من 4 أو 6 من 8 أو 3 من 4 أو أزر لو عايز أكتب 10 من 8 سماعي مثلا، وأقول أوكي، نجد أن الميزان أصبح 10 من 8 لكل المقطوع. طيب تغيير الدليل ميجرز كي سيجنتشر، البرنامج يتيح دليل بوملات ودليل دي زد، يعني دايرة بوملات ودايرة دي زد لجميع السلالم الغربية. فنجد الافتراضي سي ميجور ولا مينور. سي ميجور يعني دليل سلم دو الكبير أو دليل سلم لا الصغير، أبيض مفيهوش أي علامات تحويل. الضغط السهل إلى أعلى يرفع علامة أو يزيد علامة دييز، 2 دييز، 3 دييز، 4 دييز، 5 دييز، 6 دييز، 7 دييز. وبالعكس إلى أسفل تقليل علامة دييز، إلى أسفل بمول، علامتين بمول، 3 4 5 6 7. فإذا أردنا دليل سلم فا هنجد مكتوب فا ميجور أور دي مينور، من مزورة 1 إلى آخر المقطوع. أوكي، نجد أن الدليل أصبح سي بمول. عند اختيار كي سيجنتشر سيجنتشر من مزورة 4 وليكن إلى مزورة إلى آخر الموازي، أوكي، أريد تغيير الدليل. أنا عندي الدليل سي بومول موجود عندي، ولكن من المزورة 4 إلى آخر المقطوعة نريد تغيير الدليل إلى سلم بي بومول ميجور، يعني سلم سي بومول الكبير. أضغط أوكي، هنجد أنه تم تغيير الدليل، كان الدليل سي بومول حتى المزورة 3، وأصبح الدليل الجديد من المزورة 4 هو سي بومول مي بومول، مزورة 4 سي بومول مي بومول. نفتح ميجر،
طيب سيجنتشر اللي هو الميزان، نريد تغيير الميزان في المزورة 4 إلى آخر المقطوع، ويكون الدليل 2 على 4 وليكن، ثم أوكي. نجد أن الدليل قد تغير ابتداء من المزورة 4 وأصبح 2 4 بدلا من 10 8.